على المكشوف يقدم لكم تحت رعاية سوبر ماركت أبناء آل زبيدات. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. حملة تحطيم الأسعار في شهر رمضان والأعياد، حملات وتنزيلات وهدايا قيمة بمناسبة الشهر الفضيل. تبحثون عن الجودة، تبحثون عن الأفضل، عن المعاملة الحسنة. العنوان: سوبر ماركت أبناء آل زبيدات سخنين وبفروعه الثلاث. كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة الشهر الفضيل تتقدم كلية المركز للاستكمال بأجمل التهاني والتبريكات لجميع الأهل في سخنين والمنطقة، ونعلن عن استمرار التسجيل للسنة الدراسية الجديدة. مواضيع عديدة في كلية الاستكمال، شارع الدوحة، هاتف رقم 0467449599. مكتب هندسة بإدارة المهندس مهدي أبو ريا، خدمات هندسية ومساحة وتخمين أراضي، سخنين الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بألف خير. جديد 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 في سخنين، عيادة كلاليت الشمالية بإدارة الدكتور صبحي شاهين، خدمة من القلب للجميع، مركز طبي لجميع الأخصائيين. عيادة كلاليت الشمالية تتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك والأعياد. هاتف رقم 04-602-5100. كل عام وأنتم بخير. شاورما الدراغمي مقابل كلية المركز، شاورما حبش، سلطات طازجة يوميا بمناسبة شهر رمضان المبارك. حملة لمن يشتري جات شاورما يحصل على قنينة كولا لتر ونص. الاتصال والتوجه في شهر رمضان المبارك على هاتف رقم 052-795-6424. المحل مفتوح في شهر رمضان المبارك منذ فترة الإفطار حتى الساعة الواحدة. كل عام وأنتم بألف ألف خير. مدرسة السياقة ليفا جليل سخنين كرمئيل، تعليم سياقة لجميع المركبات الآلية، تراكتور، تراكتورون، آلات زراعية خصوصي، شحن صغير وكبير، سيم تريلر، تاكسي وباص. أكبر وأنجح مدرسة في البلاد، تعليم مكثف خلال فترة قصيرة، معلمون ذو خبرة وكفاءة ممتازة. مدرسة ليفا جليل، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كلية مسقاف تعلن لجميع الرياضيين عن بدء التسجيل لكافة الفروع الرياضية ابتداء من شهر رمضان المبارك. المركز الرياضي النسائي نور جيم يرحب بجميع الشرائح للالتحاق بتدريبات رمضانية شيقة في غرفة اللياقة البدنية. المركز الرياضي النسائي مقابل دوار الهلال، تليفون رقم 6749202، تليفون 0508715557. كراميكا يوسف بدرني، نتوجه بأحر التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. لدينا دائما الأفضل من جميع أنواع الكراميكا الإيطالية والإسبانية، مغاسل، حنفيات، أدوات صحية، بورسلان 60/60 و80/80. كراميكا يوسف، الشارع الرئيسي 67452444، سخنين. تتقدم إدارة العيادة المتكاملة بأسماء التبريكات والتهاني إلى أبناء الطائفة الإسلامية في البلاد والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. العيادة المتكاملة بإدارة الدكتور حنة حنة، علاج وتقويم وزراعة الأسنان وتبييض الأسنان بالليزر، كل ذلك في نصف ساعة. قسم خاص لشد الوجه وملء التجاعيد، شفا عمر، حي الفوار. الصين مول، لدينا تجدون جميع الأدوات المنزلية، تكستيل، ملابس داخلية لجميع أفراد العائلة، زاوية أعياد الميلاد، ألعاب لكل الأجيال، زاوية للإكسسوارات، أحذية صيفية، براوي، ساعات، كل ما يلزم المصايف، خيم وأطقم للجناين، نوافير مياه، ورود اصطناعية، كل ذلك تحت سقف واحد. مطعم وكافيتيريا فيراندا مفتوح طيلة شهر رمضان وراك، جميع أنواع المأكولات الغربية والشرقية، جلسات هادئة للعائلات والشباب. الصين مول، متعة التسوق، الحي الغربي، هاتف 04-6991-566. بصوا شوف، بصوا شوف، الصين نقط عالي حروف، بلاش نطمطم لا تحت ونحكي كل شي عالمكشوف.
أنا مش سابق كتير بيني الخير والشرير بحكي شو ما يصير يصير بلا توجه ولا خوف وحكاية وعنوان نفرضها بأفصاح لسان تابعونا برمضان في برنامج عالمنتوب هل هلالك يا رمضان كل عام وانتم بألف خير احنا معاكم طيلة كل شهر رمضان المبارك بدي أذكر حبايبنا المشاهدين انه الحلقات في هذا البرنامج يعني هات نقول النص منصوره قبل رمضان والنص خلال رمضان يعني بصير أي حادث أو أي حالة إحنا مستعدين نغطيها وكثير ناس بيقولوا لي طيب ليش بتحكي سياسي قلت إلا السياسي اتركوا السياسي للسياسيين والروس لليابانيين وللناس أجمعين ولا واحد هذا عن الموضوع اللي بدي أحكي عنه يعني نوع من النفاق هو نوع من النفاق والنميمي والغيبي نستغيب بعضنا البعض قال شو رايك تحكي مولع شو رايك تحكي عن الانتخابات قلت له طيب روح الله يعطيك العافية الله يعطيك أول إشي أنا لا حزبي ولا حركي ولا 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 ولا, ولا, ولا. أنا بدي أنا بحكي عن الأشياء اللي بتهمنا اليوم يوم بحكي عن كيف بنحكي على بعض كيف بنحكي على بتفوت على دوان تسترجيش تروح تسترجيش الكل بده يصير لك ألف حكاية ألف حكاية بألف عليك ولا هذا النفاق النفاق الاجتماعي اللي العامل بنافق لرئيسه والموظف بنافق لرئيسه كل واحد بنافق لرئيسه والشو الحلاوي صباح الخير ميت أهلا وسهلا فيك شو هذا النفاق والنميمة طب واحد اشترى سيارة انت شو لك عنده منين اشتراها هاي السيارة من المصاري منه قال هاي ليسينج انا بعرف شو ليسينج بقول له شو يعني ليسينج قال هاي يعني انه هي الشركه اللي بتموله طب هو الشركه اللي بتموله بده يدفع كل شهر وانت شو لك قال لا اذا مش ليسينج معناه اخذ مصاري من البنك ولك عامل ماخذ منك هو ايش لك عنده واحد طلع بتعرفوا في عندنا موضه هسه على شو اسمها هاي والله ما بعرف سيراميس وما بعرف شو دينا وانطاليا هاي اكل كلول هكل اكول هكل اكول احنا بنحب العرب شو يعني عندنا غير الاكل وال والاكل شو عندنا هاي قال طيب طلع هو اولاد ومرته من له هذا المصاري اعلم الله والكل يكونوا بتاجر المخدرات والكل يكونوا ملاقي القيه والكل بيعملوا له ألف حكاية وحكاية وحكاية إيش أنا بسميها هاي عين النفاق عين النميمة عين الحسد ولا مرة تطلع على العشب الأخضر اللي حد جارك لأنه عشبك لازم يكون أنت أخضر ليش تحكي حكاية حكاية أنا بحكي لها حكاية ما كلكم اللي أثارني أكثر إشي كلكم كوم ثاني تعلم إيش شو بعلم أخذوه على المستشفى هيك لحاله يعني بدي مشان اقول له طيب وكيف هو والله بقوله يمكن يروح يمكن ما يروحش وهو بعده بيحكي بقول بتصل فيه اياني مروح انا شو مالك قال يمكن يروح يمكن ايه يا محمد عنده من هذاك المرض ولك انو هذاك المرض هذا ولا هذاك ولا هذاك هذاك المرض قال بدوش يحكي قال قديش هو ما هاي اسمها نميمي هاي اسمها نميمة نطلع على غيرنا نطلع على مال غيرنا نطلع سيارات غيرنا عمر عمر والعلم عند الله انه عمر بلا رخصة طيب انت شو الك ولك شو الك وعمر بلا رخصة وانت شو الك بعدين منين جاب هاي المصاري الله اكبر اربع طبقات اولاده حتى اولاده بيشتغلوش اولاده منين جاب هاي المصاري خلاص اكيد باع ارض ولك هو باع ارض هو عنده ارض وباعها انا ما عنديش منين بدي ابيع وايش لك يا حبيبي ايش ليش احنا دائما نفوت على جيبه غيرنا دائما نفوت على بنايه غيرنا على سياره غيرنا على اكل غيرنا على نزهه غيرنا على كلياته ليش احنا مش كل واحد بيدير باله على حال مش كل بتعرفوا بما اننا برمضان هذا الحكي بدي انا بحلي بشرح اهلي هذا الحكي مش بس بيصير برا هذا بيصير احكي هذا الحكي والبربر والثرثرة حتى بتصير بالجامع بس بدون تعميم بالجوامع بتصير بصيروا يعني وكأنه في حديث نحكي فيه في حديث نتخرف فيه هذا حتى بصير بالجوامع والله حرام النميمة حرام النفاق حرام النفاق كل شيء ولا النفاق لما بدنا شغلي من حدا بنعمل أبو زيد الهلالي ولما بدنا شيء روح طب ما عملته أبو زيد الهلالي قبل ليه بتنافق
لا بتنافق. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. دير بالك حالك، دير بالك عائلك، دير بالك عائلتك الكبير، دير بالك على كل العائلة، دير بالك على بلدك، دير بالك على وطنك. هذا هو الصحيح. أحكي على المكشوف. بصوا شوف، بصوا شوف، حط النقط على حروف، بلاش نطمطم لا تحت، ونحكي كل شي على المكشوف. وضعنا مش صعب كتير، فيه الخير والشرير، نحكي شو ما يصير يصير، بلا توجه ولا خوف. وحكاية وعنوان نفردها بأفصاح لسان، تابعونا برمضان في برنامج على المكتوب.